طب احنا كان معانا ماجده، معانا ماجده من القاهره تليفون. تمام اوكي. عليكم السلام، اهلا وسهلا. اهلا بيكي، اكلم الدكتوره شهيره. اتفضلي حبيبتي، اتفضلي. لو سمحتي، انا عندي 25 سنه. اوكي تمام. لسه كنت جايبه بيبي بقالي حوالي 8 شهور كده. تمام. وزني 75، وزني طبعا زاد بعد الولاده. طبعا بقيت 75. طب زاد قد ايه؟ زاد قد ايه مجد؟ يعني حوالي 10 كيلو. انا طولي اصلا 154. اوكي تمام. منطقه البطن عندي فيها ترهلات شكلها بشع جدا. تمام. وطبعا انت عارفه ان طبيعي ان وزني يزيد على الرضاعه. طبعا. فانا عايزه حاجه تقفل عندي الشهيه، لاني كمان بحب الاكل وخصوصا السكريات. طبعا. وبحب الاكل بالليل جدا، فعايزه حاجه تعملي كنترول على الموضوع ده. طبعا للاسف. اوكي. حضرتك تنصحيني بايه يا دكتور؟ طيب انا عايزه اسالك سؤال، انت بتنامي طول النهار وصاحيه طول الليل؟ لا مش دايما، بس بيبقى فكره كبيره ان انا بفضل صاحيه بالليل، لان البيبي طبعا بيفضل مسهرني. طبعا. طيب معدل اكلك بالنهار هو نفسه زي معدل اكلك بالليل؟ لا لا لا، بالليل اكتر طبعا. يعني بعمل مجهود وكده وببقى سهرانه طول الليل، فببقى محتاجه اي حاجه كلها خصوصا الحاجات الحلوه. تمام. فمش بعرف اعمل كنترول. طبعا. وكمان منطقه بطني مضايقاني جدا، شكلها بقى مش لطيف. طبعا. فهماني؟ اوكي. فحضرتك تنصحيني اعمل ايه؟ من عينيا الاثنين. حاضر اوكي تمام. بصي يا ستي بقى، هي والده بقى لها 8 شهور هتروح منطقه البطن هتتظبط، بس هتتظبط طبعا مرحله يعني. و8 شهور يعني البيبي بدا يدخل له اكل تاني، يعني ما بقاش معتمد على الرضاعه قوي الطبيعيه، بدا ندخل له اكل تاني. فهي كده امان بالنسبه لها ان انا اقدر اصرف لها كورس، الكورس اللي هو هي منطقه البطن مضايقاها. أوكي. وبتاكل جدا وما ياثرش على الرضاعه لا طبيعي خالص بيأثر. لا خالص خالص الحمد لله. وبعدين هي حتى هي يعني من المفترض اللي احنا متعارف عليه كلنا حتى كخبراء تغذيه وكدكاتره اطفال، المفروض ان هي دلوقتي بترضع 3 مرات او مرتين بس. لو هي بترضع طبيعي فهي هتاخد الكورس بتاعي اللي هو الخاص بايه بقى. احنا عندنا كورس 28 كبسوله الخاص بالمناطق اللي فيها دهون بس، المتركزه فيها الدهون بس. هي بتشتكي من بطنها بتضايقها جدا. الكورس ده برضو فيه سد شهيه، لان هي بتقول انا باكل كتير بالليل، بتاكل وده اكل بالليل، ده مشكله سوداء. بالظبط كده. بس انا عايزه اقول لك على حاجه بقى، انت عارفه لو الناس بتاكل بالليل بس، انت عارفه في ناس بتشتغل بالليل وبتبقى نايمه طول النهار. هو قالب يومه، انا هتعامل معاه على انه ده يومه الطبيعي. بالظبط ده يومه الطبيعي. صح. فانا هديله الكورس برده كانه يومه الطبيعي، ان هو اول ما بيصحى هياكل، هياخد الكورس اللي بديهوله على الفطار هو اللي هديهوله اول ما هيصحى. فهمت. تمام. فاحنا هناخد الكميه برده الكبسولات. بس هي هتاخد الكورس اللي هو ال 28 كبسوله 28 نهائي. بالظبط. ومعها برده الاعشاب اللي هتساعد على تنقيه السموم من الجسم، زيه زي الديتوكس اللي احنا عاملينه ده، وفي نفس الوقت بيسيح الدهون، بيعلي معدل الحرق. والنقط برضو دي اهم حاجه، لان هي صحية بالليل. أوكي. فهتساعدني اكتر على فكره، صحيانها بالليل ده هيساعد اكتر في انه الكورس يشتغل معاها كويس. بالظبط. لان لما هتنام مش جسمها مش مرتاح، هي بتروح وبتيجي وبترضع، هي بتتحرك. مظبوط. وبترضع والرضاعه اوريدي بتعمل. على فكره الناس فاهمه انه احنا مشكله ان احنا بس بنضعف قدام الاكل، لكن على فكره هي فتره الرضاعه دي احسن فتره نخس فيها. صح. يعني دي افضل فتره نخس فيها. صح. فطالما هي عندها اقبال على الاكل وعندها هي عاليه، لا انا عندي الكورس اللي يساعدها على نسد الشهيه فتره. احنا قلنا كبسولات واعشاب، وهتاخد النقط برده علشان نعلي معدل الحرق، علشان تبدا عضله البطن تشتغل فتسحب الدهون شويه الدهون دي. بالظبط. وتحولها لطاقه، ونبدا بقى نشكل منطقه البطن بدل ما تبقى هي مضايقاها، لا تبقى المظبوطه. طب في حاجه بقى لو ساب اثر عندها في شويه خطوط، عشان بس ايه نبقى عندي المفاجاه. لا انت مفاجاتي. اصل السؤال بقى كان لازم يجي بقى. ايوه انت بتهرقي المفاجاه. انت بتحرقي لي مفاجاتي. عندنا طبعا نقولها. انا النهارده معايا طبعا مفاجاه فوق الكورس وفوق الاوفر بتاع الكورس. انا النهارده معايا هديه، الكريم اللي بيساعد بقى على ان احنا نخفي السيلوليت، نخفي علامات التمدد، نخفي اثار التمدد بتاعه البطن وبتاعه الارداف والستريتش ماركس والسيلوليت والحاجات دي كلها. أيوة. فاحنا النهارده معانا الهديه، وهي هتبقى لها ان شاء الله اول ما تتواصل معايا هيبقى لها الهديه. دي كريم الهدية طبعا. كريم. اوكي طبعا. اللي بندهنه في المناطق اللي فيها دهون، يعني البطن بس، المنطقه اللي مضايقاها بس، عندها بطنها او الارداف او الدراعات، بندهن على الجسم. على فكره الكريم ده ميزته كمان ايه؟ لو هي بتتحرك في البيت
واكيد لانها ام طبعا رايحه وجايه، فهتدهن الكريم. الكريم ده بيعمل ايه بقى؟ هتحس بشويه سخونيه في جسمها لانه بيحرق الدهون، بلس انه بيدي تطريه للجلد، فما بنخليش بقى العلامات دي تبدا تبان. فاحنا ليه العلامات بتبدا تبان او الخطوط دي بتبدا تبان؟ من الجفاف. فاحنا بندي بعمل لها عمليه ترطيب للجلد، وفي نفس الوقت بحرق الدهون خارجيا وداخليا. وداخليا دي حاجه حلوه جدا. بالظبط كده.